نعم بالفعل، هنا من منطقة الشحن في مطار الملك خالد الدولي الذي تستعد أول طائرة من خلال في هذا الجسر الذي سينطلق بعد قليل للإقلاع من هنا من مطار الملك خالد الدولي، محملة بأكثر من 40 طنا من المساعدات المختلفة الإيوائية والغذائية والطبية. هذه بعض المساعدات الطبية التي سيتم إرسالها وتحميلها عبر هذه الطائرة المخصصة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالإضافة إلى مساعدات أخرى إيوائية مخصصة للنازحين البالغ عددهم أكثر من 1.5 مليون في لبنان. هذه المساعدات التي تحتوي على كافة الاحتياجات الضرورية للنازحين من خيام وبطانيات وغيرها، بالإضافة إلى مساعدة القطاع الطبي بالمساعدات الطبية العاجلة من ضمادات وغيرها من أنواع المساعدات، بالإضافة إلى المساعدات الغذائية التي سيتم إرسالها عبر هذه الطائرة الأولى التي اكتمل تحميل الشحنة الأولى من المساعدات بها، شبه اكتمل بأكثر من 40 طنا ليعلن بشكل رسمي انطلاق هذا الجسر الإغاثي السعودي إلى لبنان لمساعدة المتضررين من الشعب اللبناني جراء الحرب الجارية هناك. خلال الأيام القادمة ستستمر عملية إرسال هذه المساعدات من خلال منطقة الشحن هنا في مطار الملك خالد الدولي، بالإضافة إلى دراسة الاحتياجات الإنسانية العاجلة هنالك في لبنان مع الجانب اللبناني في حال وجود أي احتياجات عاجلة في أي قطاع في أكثر من الآخر، أو حتى مواد ضرورية يحتاجها عدد أي من القطاعات سيتم إرسالها عبر الطائرات، وهذا ما سيساعده بشكل كبير عملية الاستمرارية بإرسال هذه المساعدات من خلال الطائرات التي ستنطلق خلال هذا اليوم وخلال الأيام القادمة. متوقع أن ينطلق أكثر من 10 طائرات خلال الأيام القادمة، وإجمالي عدد المساعدات التي سيتم إرسالها خلال الأيام القادمة ما بين 200 طن إلى 500 طن في غضون هذا الرقم، وسيتم الاستمرار في هذه المساعدات، بالإضافة إلى أيضا هذه الطائرات سيرافقها فريق إغاثي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فريق إغاثي متخصص بعمليات الإنقاذ وكذلك بعمليات أيضا مساعدة النازحين وأيضا بكافة الاحتياجات الضرورية التي تحتاجها القطاعات المختلفة هنالك في لبنان. على متن هذه الطائرة سيذهب فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للإشراف بشكل مباشر على توزيع هذه المساعدات وعلى المساعدة في عدد من القطاعات. فريق من المتطوعين أيضا يتوقع أن يتم إرسالهم من خلال هذا الجسر الجوي الذي انطلق هذا اليوم بتوجيه من القيادة السعودية إلى لبنان لمساعدة الشعب اللبناني المتضرر من الحرب الجارية هنالك. طيب عبد المحسن، يعني نحن نرصد معك انطلاق أولى طائرات الجسر الإغاثي السعودي عند الساعة 7 صباحا، كنا نشاهدها معك في مطار يعني من المطار، يعني هل تعتبر هي أولى الطائرات وهل هي التي تحمل 40 طنا من المساعدات الإغاثية؟ نعم بالفعل، هذه الطائرة هي الطائرة الأولى التي سيتم أو ستقلع في مطار الملك خالد الدولي، وهي الأولى عبر من خلال هذا الجسر الجوي الذي سينطلق هذا اليوم. خلال اللحظات القليلة القادمة سينطلق من هنا من منطقة الشحن في مطار الملك خالد الدولي، الذي تحديدا منطقة الشحن في هذا المطار تم إعدادها خلال الأيام الماضية للاستعداد لهذا الجسر الجوي. هنالك استعدادات كبيرة في مختلف أنحاء المطار، حيث هنالك عدد من المساعدات التي تم وضعها فعليا في داخل منطقة الشحن استعدادا لنقلها عبر هذا الجسر إما خلال هذا اليوم أو حتى الأيام القليلة القادمة. أي أن كل الجهات التي تعمل من خلال هذه المنظومة، منظومة مركز الملك سلمان
الإغاثة والأعمال الإنسانية استعدت خلال الأيام الماضية لهذا الجسر الذي انطلق الآن، وخلال الساعات القليلة القادمة ربما خلال ما بين الساعة 7 إلى 8 ستنطلق فعليا هذه الطائرة الأولى إلى مطار رفيق الحريري هنالك في بيروت ليعلن البدء بالجسر الجوي الإغاثي السعودي لمساعدة المتضررين في لبنان. وهذه المساعدات يتوقع بأن تذهب إلى كافة المناطق المتضررة وتحديدا إلى النازحين. أيضا خلال تواجدنا هنا لاحظت بأن عدد كبير من المساعدات تم تخصيصها للنازحين، البلغ عددهم أكثر من 1.5 مليون بحسب تقارير من هنالك قادمة من لبنان، 600,000 أكثر من 600,000 من الضاحية الجنوبية. بالتالي هذه المساعدات ستذهب لكافة المناطق التي يتواجد فيها المتضررون اللبنانيون وكذلك من الجنسيات الأخرى من اللاجئين أو أي شخص تضرر جراء هذه الحرب الإسرائيلية على لبنان خلال الأيام الماضية وأيضا خلال الأيام القادمة، فيما إذا كان هنالك احتياج أكبر هذا الجسر واستمرارية هذا الجسر ستضمن إرسال مزيد من المساعدات وأيضا مساعدات نوعية للقطاعات المختلفة التي تحتاجها خلال الأيام القادمة بالتنسيق بين الجانبين السعودي واللبناني. وخلال الأيام الماضية يعني شاهدنا هنالك تنسيق كامل ما بين مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية والأعمال الإنسانية وكذلك الجانب اللبناني سواء كان من السفارة اللبنانية هنا في بيروت أو حتى من حكومة تصريف الأعمال هناك في لبنان.